السلام عليكم. عقرب عبد النور، 45 سنة، خباز من ولاية مسيلة. بديت الميتي هذا وانا صغير، وانا نقرا في السيام. كنا كل فاميليا واحدة، انا وخاوتي، نتعاونوا مع الشيخ. الشيخ صدر اونسيان بولونجي، عنده 43 سنة، هو بولونجي في ولاية مسيلة. بدينا كيف كيف مع بعضنا نخدم مع الشيخ، مام صدر وانا في السيام صغير نخدم معاه، مام في الليسي نخدم معاه. وبعد حبيت الميتي هذا وحبيناه ودينا نطوروا فيه. كي كملت القراية ثاني مولي حبيت الميتي هذا، درت مجهودي وسعيت، درت بولونجي باش نخدم فيها الحوايج اللي نعرفهم بيدي انا، ووفقني ربي وخدمت وكانوا مشترية وكريت مخبزة اندستريال، بولونجي اندستريال. احنا في البولونجي تاعنا نديرو لي بان سبيسيو، وفي لي بان سبيسيو هذا عندنا نخدمو لا باغيت تراديسيونيل، نخدمو الخبز تاع الشوفان، نخدمو بان دوج، هادو سي نوتر سبيسياليتي. المشتري تاعنا ما يحبوش غير لي بان سبيسيو، يحبو ثاني كوتي فينوزري، ونوفر لهم فيه كرواسون شوسون بان ولي بان وريزا، ونديرو المجهود تاعنا كيفاش نوفر لهم لو شو. الخبازة هي مهنة نبيلة، ولازم على كل خباز يحاول دائما يجتهد باش يخلي الصنعة هذه تكمل، ويحاول دائما يدير لا كاليتي باش يكونوا المشتريات تاعو ساتيسفي. قبل 2004 كنا نخدموا غير لي بان نورمال، ومن بعد تقدم لنا الجروب لو سافر، حبوا يطورونا شويه، دارونا دي زانفيتاسيون وين جينا في لو بيكينغ سنتر، درنا دي فورماسيون هنايا عندهم، ومن بعد درت دي فورماسيون اير في فرنسا ثاني عندهم، وكانوا توجور معنا سواء في التليفون ولا يديبلاسيو لينا باش يعلمونا في لي برودوي جدد. كما راكم تشوفوا هذه لا ميداي حصلت عليها في الكوب لويس لو سافر 2011، كانت كومبيتيسيون صعيبه بزاف باسكو كانوا لي زيكيب كل بريسك كل نيفو واحد، وانا كانت لا بريمير فوا تاعي اللي نشارك في هذو لي كومبيتيسيون هذه، وكان ماتريال جديد وشفنا حوايج جدد، وكانت شويه لا كونكورونس صعيبه باش لحقنا لهذا النيفو هذا. وهذه الميداليه جبناها في 2015، كانت لا كوب دافريك، جاتنا شويه فاصيل باسكو كانت عندنا ليكسبيريونس في لا كوب الاولى تاع 2011، وجاتنا يعني ساهله، قدرنا باش نكلاسيو دوزيام. والحمد لله راني صفيت المرحله وين حبيت نوصل الشيء اللي تعلمته كل الناس اللي راهم جايين، الجيل اللي راه جديد. حبيت نكري فوق لابولونجي تاعي يعني طاج، ندير فيه ايكول باش ندير فورماسيون للناس، كو سوا تاع مسيله ولا لي زوتر ولايه، وإن شاء الله ربي يوفقنا وخلاص.